بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج في التسعين، الذي نناقش فيه كالعادة موضوع مهم وعديد التساؤلات التي ينتظرها الشارع الرياضي. اليوم نتكلم عن عودة النشاط في ليبيا، إمكانية العودة، وأيضا متى سيكون ذلك، وهل سيكون هذا قريبا، وهل هو قرار يخص الدولة الليبية أو يخص الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، ومتى سيكون ذلك. دعوني في البداية أرحب بمحللية دبليو تي في من على يميني كالعادة، أسامة الفزاني محلل دبليو تي في. أسامة، نورتنا اليوم. أمسية طيبة عبدو ليك ولكل السادة المشاهدين على قناة دبليو تي في. أيضا في الجهة الأخرى الكابتن عادل الخمسي محلل دبليو تي في. كابتن عادل، نورنا اليوم. أهلا بك عبدو، نحييك ونحيي جميع مشاهدي قناة دبليو تي في. كالعادة ينضم إلينا، مش كالعادة اليوم أول مرة طبعا، ينضم إلينا من طرابلس الدكتور محمد الفقيه، رئيس فريق العمل الخاص بالدراسة التي شكلت لعودة النشاط في ليبيا من قبل لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة. دكتور، أنسنا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الله ينسك ويبارك فيك أخوي عبدو، ولضيوفك الكرام الكابتن أسامة وكابتن عادل. أهلا دكتور. مشاهدينا الكرام، عودة النشاط في ليبيا ملف يطرح بعد هذا التقرير. متى ستعود عجلة الرياضة الليبية للدوران؟ سؤال يراود الوسط الرياضي بعد أن زادت كورونا الطين بلة وأكدت توقف النشاط في البلاد بالكامل بعد أن توقف بسبب أزمات البلاد وحروبها. اتحادات يبدو أنها رحبت بهذا التوقف ولم تتعاطى مع الأزمة ووقفت مكتوفة الأيدي، بينما أخرى حاولت تحريك المياه ببعض الاجتماعات والدورات. لجنة الأزمة بهيئة الرياضة بدأت بدراسة لعودة النشاط تدريجياً، وشكلت فريقاً لإعداد تصور العودة حتى يتخذ القرار النهائي بشأنه، بينما لم تصدر أي مؤسسة رياضية بروتوكولاً طبياً لتدابير عودة الأنشطة والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء المنافسات وداخل المرافق الرياضية. ليبقى قرار العودة هو الحدث الأبرز الذي ينتظره الوسط الرياضي. قرار عودة النشاط، هذا ما يشغل الوسط الرياضي في ليبيا جماهيريا وإعلاميا وإداريا، وحتى الكوادر العامة والمؤسسات الكبيرة أكيد في الرياضة تنتظر قرار العودة. بداية قبل ما حتى ناخذ آراء محللين، خلي نبدأ مع الدكتور محمد الفقيه. زي ما قلنا أنه هو رئيس فريق العمل المكون من هيئة العمل الشباب والرياضة الخاص بدراسة عودة النشاط الرياضي في ليبيا. دكتور، بداية كفريق عمل، شن دوركم أنتو كتشكيل من لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة؟ طبعا فريق العمل الذي أصدر قرار تكليفه مؤخر من السيد حسين بوسيفي رئيس لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، يتكون طبعا من استشاريين طبيين وخبرات في الإدارة الرياضية، وكذلك طبعا مندوب من اللجنة الأولمبية الليبية مدير إدارة الاتحادات أستاذ محمود الطويل. فريق العمل هذا لنا نحية قرابة 10 أيام نشتغل بخصوص كيفية عودة النشاط الرياضي، وركزنا حقيقة العمل في البداية على المنتخبات الليبية التي لها استحقاقات أفريقية قادمة قريبة واستحقاقات دولية أو تصفيات بخصوص العام القادم، سواء كانت المستوى الأفريقي أو المستوى الدولي. وكذلك قمنا بالتركيز على الألعاب الفردية الغير القتالية التي لا يتم فيها الاختلاط بصفة كبيرة، وهي تقريبا أكثر من 22 اتحاد كمرحلة أولى. أما الألعاب الأخرى، الألعاب الفردية القتالية كالجودو والكاراتيه والتاكواندو والمصارعة والبوكسنج وغيرها من الألعاب التي يتم فيها التقابل من الخصمان، وكذلك الألعاب الجماعية بالقدم والسلة والطائرة واليد، هذه سيتم زيادة الدراسة بخصوصها ويتم تأجيلها مؤقتا، ولكن حيعطي الأولوية لأي منتخب من المنتخبات أي لديه استحقاقات قريبة قادمة، سواء كانت على كما ذكر سابقا على المستوى الأفريقي أو المستوى الدولي.
هذه كهدف الاول من عوده النشاط الرياضي. طبعا قمنا المعايير اللي اتخذناها دكتور قبل ما نتكلموا على المعايير. طبعا دكتور قبل ما نتكلموا على المعايير خلينا خلال العشر ايام اهماش ابرز الملفات او النقاط اللي تم النقاش فيها بينكم انتم حتى المزيج اللي موجود بيناتكم طبيا وفنيا وايضا حتى اداريا. الهدف اولا من عوده نشاط رياضي هو طبعا ان تكون الفرحه ملم الرياضيين وممارسين النشاط الرياضي، لكن بحدود سلامه الممارس وعدم كثره الحالات وعدم انتقال العدوى بينهم في حاله ممارسه اي نوع من النشاط الرياضي. طبعا اتخذنا عده اجراءات بالخصوص. اولا وضعنا في الملوليات اذا كان هناك اي توصيات من الاتحادات الدوليه لاي من اللعبه، مثلا نفترض ان نقول الاتحاد الدولي للسباحه يعني قام باصدار عده توصيات للاتحادات المحليه، قمنا باخذ هذه المحاذير وهذه التوصيات. في جميع الالعاب طبعا قمنا بالتواصل مع الاتحادات الدوليه عن طريق الاتحادات او عن طريق مدير دار الاتحادات او عن طريق العلاقات الشخصيه. كذلك حقيقه حتى الاتحاد الليبي لكره القدم قدم كثير من المساعده خصوصا بتزويدنا بعده ملفات بخصوص عوده نشاط رياضي على المستوى الدولي او المستوى الافريقي وغيرها. طبعا اهم اشياء زي ما قلت لك ان احنا عوده نشاط رياضي بقل عدد من ال تمام دكتور وصلت الفكره. خليك معنا حنكملوا في المواضيع اللي تفصيليه اكثر من ناحيه القرارات هل تخص هذه المواضيع قرارات الدوله ولا لا. خلينا نبدا مع الكابتن عادل. الكابتن عادل اليوم مطالبة الشارع الرياضي أو حتى بعض الإعلاميين والمسؤولين بالعودة هي منطقية، خاصة إحنا غايبين قبلها على النشاط بسبب الأمور السياسية والحرب. اليوم ربما الإعادة ترد لنا الروح شوية للشارع الرياضي. صحيح عبدو قبل كل شيء ضروري ان نشوفه القرار من هنا ليس قرار رياضي فقط، القرار هنا يتبع على مستوى دوله على مستوى وزاره الصحه زي ما شفنا في الدول الاخرى، معناها هي اللي تقرر هل يعود النشاط ام لا، رقم واحد. رقم اثنين ضروري يكون باسس وطرق زي ما تفضل الدكتور محمد الفقيدي، طبعا نحب نرحب به اليوم. طبعا اكيد حيكون تحت رعايه طبيه سواء في التدريبات طبعا بالكشوفات الطبيه والتحاليل ومن ثم الكشوفات في اثناء التدريبات واثناء المباريات، وحتى شفنا بعض النماذج على الاقل ما بيش نقول الدول الاوروبيه حتى على مستوى الدوريات العربيه كيفيه العوده الاحترازات او الاشياء اللي داخل وخارج الملعب او عند القدوم من الفندق للملعب والعكس. شيء ثاني عبده مهم جدا اللي هو توقف النشاط، نعرف انه مش صالح اللاعبين وصالح المدربين وصالح عده شرائح، لان اللاعبين حقيقه في اجيال ضاعت معناها من اربع وخمس سنوات، يعتبر حتى الدوري رجع الدوري الليبي يرجع موسم ويتم ايقافه موسمين، فاجيال ضاعت. شيء اخر ان الرياضيين هذوما والمدربين يخدموا على عائلات عبده، هذا رزقهم، يعني لما تجي توقف تقول انا ما فيش نشاط رياضي ما فيش مباريات و اذا هنا انت قضيت على اجيال. ممكن في بعض الجوانب الاخرى لما اللاعبين زي ما تكلمنا والمدربين زيد على هذا عبده، حتى من جانب الترفيهي والجانب المعنوي حتى للشعب الليبي والجماهير الرياضيه يبدا نوعا ما نطلعوا شويه من الكوابيس هذه، كوابيس الحروب وكوابيس الكورونا وكوابيس الامراض، لعل وعسى ضروري يا عبد الله الدنيا ضروري يكون فيها بصيص امل بحيث ان احنا دائما نبتوا الامل، وما فيش معنى الا عن طريق الرياضه الان تستطيع انك انت تعيد الامل للشعوب وللجماهير يعني. طيب اسامه سمعت الدكتور محمد، بدايه خلينا نتكلم فنيا شويه، تاثير التوقف للمده الطويله هذه كلها قبل احنا متوقفين بسبب المشاكل زي ما قال عادل واليوم متوقفين بسبب الكورونا، كان الموضوع فنيا معقد اكثر من كونه انه هو مرضيا. صحيح يعني خاصه احنا اليوم اهل الرياضه احنا اللي بندافع على العوده. صحيح انا مع عوده النشاط الرياضي وفنيا راهو يؤثر بصفه كبيره على اللاعبين من ناحيه المستوى، رفع اللياقه البدنيه، من ناحيه التركيز. طبعا اللاعب يمر بمرحله فراغ في طيله ثلاثه اشهر او اربعه من ناحيه توقف الكورونا، فلهذا هذا كله يؤثر سلبا لما بتولي انت طبعا احنا نقول فورمة الملعب واي لاعب في اي رياضه بالنسبه للاعبين سواء اولمبيه كانت او طبعا كره القدم يؤثر سلبا. اللاعب بيحاول ان هو يبذل مجهود باش يرجع من جديد، فلذا نتمنى ان تكون عوده النشاط الرياضي بصراحه باجراءات احترازيه تشمل الكل من حكومه وهيئه شباب الرياضه
إلى وزارة الصحة مع أخذ الإجراءات وكافة إجراءات السلامة بشكل صحيح، ووضع بروتوكول صحي للتباعد بين الفريق والطاقم الطبي والمرافقين وحتى التحكيم، يعني كل شيء يكون حسب الإجراءات المتخذة للمحافظة على المحافظة على اللاعبين. طيب وصلت الفكرة. نرجع للدكتور محمد الفقي. دكتور، اليوم لو تكلمنا طبيا، شنو المخاوف اللي يعاتقكم أنتم كفريق يدرس إمكانية العودة؟ أهم المخاوف اللي أنتم خايفين منها من القرار أو اتخاذ قرار العودة اللي بتقدموه للجنة مجابهة الكورونا أو اللجنة العليا؟ الأمر بسيط سيد الكريم، في النهاية رياضي هي عبارة عن إنسان، يعني بغض النظر عن شن مهنته أو الشيء اللي يدير فيه، وبذلك نحن يعني كلجنة مجابهة الكورونا أو نحن كلجنة عمل، شيء الواحد نحن مندبينا لشيء ليفزعنا نحن بعد نشاط رياضي بعد عودة التمرين نسمع أن رياضي كان مصاب أنقل عدوى إلى فريقه، إذا كان رياضي أنقل عدوى حتى لأهله في البيت. هذه المخاوف يعني بصفة عامة يعتبر رياضي زي ما قلت لك يعني واحد من مكونات المجتمع الليبي بغض النظر عن مهنته اللي يدير فيها، وبذلك النشاط الرياضي ما نقولش ناخذوه برأي شكل ثاني انه حاجه معقده او ان الخوف كبير، لا بالعكس، نشاط رياضي في النهايه شخص يباشر في عمل او مهامه زي كنت استاذ عبدو او استاذ عادل يمشي البيت يروح يخالط مع ناس ويرجع نفس الشيء. احنا اهم حاجه بس احنا نخافوا ان لا سمح الله زياده عدد الحالات او العدوى فقط، ما نحكوش العاب ممكن بسيطه خلال فريق واحد، احيانا النشاط الرياضي عودته يشمل حتى الملاعب العامه والساحات العامه المغلقه للناس اللي تطالب باعاده فتحها. طيب هو دكتور، احنا سمعنا حتى من النصائح اللي خاصه بفيروس كورونا ان ممارسه الرياضه جيده للموضوع هذا. نعم، ممارسة الرياضة جيدة لعدة نواحي، أول حاجة من الأشياء التي تقوم بزيادة المناعة، نفس الشيء أن لو تعرف أن السمنة يعتبر رابع سبب في العالم لزيادة معدل الوفيات والكآبة، بذلك الرياضة في ظرفنا حاليا زي ما أشار الكابتن عادل نوع من أنها تفرج حتى على المواطن الليبي يعني بممارسة الرياضة، بغض النظر على الظروف اللي نحكوا فيها، لو أنت تمر حاليا في شوارع طرابلس في الساحات الشعبية تلقاها مكتظة ومليئة بالناس ومزدحمة. واحدة من الأشياء اللي خلانا تنبت هذه لجنة العمل يعني نحاول نحرص على الناس، حقيقة الناس ما شعرت في شدير تطلع المصايف بعدد مهول، تخرج الساحات الشعبية بعدد يعني كبير جدا في مساحات قليلة، يعني الاختلاط والازدحام بشكل لا يوصف. طيب دكتور، أعداد التزايد بالنسبة للدول، خاصة احنا شفنا دول أخرى اليوم ربما عادت في النشاط، عدد التزايد بالنسبة للفيروس، هل حطيتوه بعين الاعتبار في دراستكم؟ أكيد يا أستاذ، اليوم طبعا كنا في ظهيرة اليوم اجتمعنا مع اللجنة العليا الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، وحقيقة كان الاجتماع إيجابي ورحبوا بعودة النشاط الرياضي جدا ومتفائلين، وأعطونا بعض الأشياء، قال إن إحنا ليبيا حاليا لم نصل لدورة الفيروس، متوقعين أن الذروة تكون في شهر أكتوبر القادم، بذلك نفس الشيء هم حريصين على تقليل عدد الحالات اليومية، يعني أمس كان عدد أكثر عدد على مستوى البلاد حوالي في 70 حالة، ويتوقعوا أن الأيام القادمة حتكون أكثر، والسبب الرئيسي عدم اكتراث الناس بمخاطر هذه المرض، وفي منهم لهذه اللحظة هذه يعتقد أن الفيروس هذا غير موجود، وهذه كارثة حقيقة. طيب دكتور، بنسألك قبل ما نعطي التعقيب لمحللينا، نبي نسألك التجارب اللي خدتوها أنتوا في خلال دراستكم هذه من دول الجوار. طبعا احنا اخذنا التوصيات من اللجنه الاولمبيه الايطاليه، اتحاد السباحه الايطالي، اتحاد الرمايه الايطالي، الاتحاد الرياضه التونسي، الاتحاد المصري، طبعا جميعها طبعا
رجعت للملعب في المده الماضيه وكان بدايه نشاطها طبعا يقتصر زي ما قلت انت على اعاده اللياقه البدنيه للرياضيين او في بعض الرياضات اللي تحتاج المهاره، يعني بعض المهاره فقدتها بيحاول ان الرياضي يرجع مهارته ويرجع لياقته البدنيه في المده البسيطه الاولى، احيانا يعني توصل لشهر او توصل لشهرين طبعا حسب كل رياضه وحسب المستوى الفني لكل الرياضيين. ولذلك حتى احنا في بدايه دراستنا وتوصياتنا درنا في حسبان ان النشاط الرياضي للمنتخبات والفرق الكبيره حيتركز على الاعداد البدني وعلى اعاده المهارات والسكيلز للرياضيين، وفي هذه الحاله مدبين احنا ما يكونش في اختلاط، يعني نتمنى نقول فريق كره قدم وفريق سله وفريق المنتخب الجودو يمارسوا الرياضه الغرض منها بدايه مش انه بالمنافسات او انه يخوض مباريات تجريبيه، لا هو بدايه انه لازم يرجع اللياقه البدنيه واللي فقدها الرياضي المده الماضيه اللي قعدها في بيته ما مارسهاش. وكذلك في بعض الرياضات زي الالعاب الفرديه زي الرمايه زي القوس والسهم تبي انه يرجع المهاره اللي فقدها في المده الثانيه، وهذا نعطي كلام حتى لزملائي الفنيين ياكدوا لي الراي هذا. طيب اسامه خليك معنا دكتور اسامه، خلي نسألك اليوم دور الاتحادات واللجنة الأولمبية والمؤسسات حتى الأندية، رح نتكلموا حتى على الأندية، دورها في الفترة هدية الفترة متاع عودة النشاط، خاصة أنه لما يعطوك مذكرة أو دراسة أو بروتوكول أنك صح. أنت تتبعها، كيف تتبعها؟ كيف تحافظ عليه؟ كيف الدور هذا ممكن يكون؟ أول شيء نبي نعقب شوية على الدكتور، يعني قال إحنا خايفين من أن الرياضيين مثلا يمشي ويعدي، ضروري تتبع البروتوكول والخطوات الموجودة اللي أوصت بها وزارة الصحة العالمية بالإضافة إلى وزارة الصحة، بتتبعها التباعد المسافات بين اللاعبين التعقيم، كذلك تقوم بالفحص الطبي لكل لاعب. بالنسبة لدور الأندية ودور الاتحادات، دور الأندية ودور الاتحادات هنا دور كبير جدا جدا، احنا ما شفناش أي اجتماع أو أي نشاط حتى هو يعتبر نشاط من ناحية الاجتماعات والتوصيات اللي المفروض يجتمعوا الأندية مع بعضهم ويعرفوا أن عودة النشاط راه وعودة كويسة حتى نفسية للناس باش ترتاح، واللاعب يفقد الكثير من احنا نقولوا كثيرا من اللياقة البدنية ومن المستوى نتاعها. فلهذا احنا نركزوا على الاجتماعات كإدارات واتحادات ونشوف البروتوكول المتبع سواء في تونس او في مصر، احنا نقول الدول المجاوره مش نقول اوروبا، في دول اتخذت مراحل عبده لما بدت في النشاط الرياضي، المرحله الاولى الرياضات الفرديه الاولمبيه اللي عندها مثلا اولمبياد طوكيو تو كلها توتي يعني اللاعبين بالذات الرياضات الفرديه، وحتى على جانب التدريبات الجماعيه، والمرحله الثانيه اللي هي المنتخبات الصغرى الفئات السنيه بدت في النشاط وفي مزاوله النشاط، وبعدين جو الالعاب الجماعيه، يعني ثلاثه او اربعه مراحل. المفروض احنا ما نخافوش لان العالم كله اتخذ اجراءات وتكون الاجراءات صارمه، يعني تطبق باجراءات صارمه. كيف تتوقع العوده اسامه؟ انا نتوقع العوده، انا نتوقعها العوده ان تكون لو اتخذنا الاجراءات السليمه عبده، الاجراءات نتاع الصحه واخذيناها بعين الاعتبار وتطبيقها داخل الملعب وخارج الملعب في غرفه الملابس لكل اللاعبين سواء الجماعيه، انت بتحافظ على المسافات والتباعد الاجتماعي طيب. والمسافه القانونيه المطلوبه من وزاره الصحه، ولا الرياضات الفرديه اللي ما فيهاش احتكاك. طيب اسامه ومشاهدينا الكرام، احنا تكلمنا على وجود عينه وايضا تجارب لازم احنا ناخذ منها العبره والدول اللي عادت. خلونا نستقبل الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكره القدم اللي كان كاول منتخب ربما في الوطن العربي وحتى في العالم عاد للتدريبات ودار تجمع للمنتخب الاول لكره القدم. دكتور اهلا وسهلا بك. اهلا بك، اهلا وسهلا بك واهلا بالاخوه المتفرجين في ليبيا وفي تونس. دكتور اليوم انتم كاول منتخب يعود للتدريبات، شن الاليه اللي اتبعتوها في عوده النشاط بدايه؟ والله اول حاجه احنا طبقنا تعليمات الدوله التونسيه معناها فيما يخص كوفيد 19 لما صارت في امكانيه ان في رجوع الى التمارين والتدريبات، الدوله التونسيه وضعت بروتوكول، طبقنا البروتوكول دوله، واحنا كاتحاد تونسي كره القدم قمنا باجتماعات، الاجتماع نتاعنا خرجنا منه بكتيب صغير كيفاش يرجع اللاعب نشاط كرة القدم في الاتحاد التونسي كرة القدم. شنو هي المخاوف؟ بالنسبة للمنتخب التونسي كما قلت هو أول منتخب عربي وأول منتخب في العالم رجع للتمارين، كانت في إمكانية أن حتى البطولة ترجع في الفترة هذيك، لأن معناها الحمد لله رب العالمين تونس معناها أصبحت ما فماش حالات عدوى من كوفيد 19. ولكن معناها التزمنا بتعليمات الدولة التونسية وزارة الصحة التونسية وعملنا معناها تدريجيا رجعنا للتمارين. كيفاش كان هذا؟
اول ما بدينا معناها قمنا زي ما كما قلت انت معناها من بكري، قمنا بتعقيم الملاعب، تعقيم حجر الملابس، بفحوصات اللاعبين الكل، بقيام بتحاليل جميع اللاعبين. ثم التجربة الأولى بتاعنا معناها كانت على أساس أن رجعنا بعدد معناها نص العدد الممكن يكون في المعسكر 13 لاعب، وكان معسكر خارجي، وأكدنا وقمنا خاصة معناها بتوعية كبيرة جدا مع اللاعبين بتاعنا للحفاظ على عدم العدوى، وخاصة معناها تطبيق الأوامر اللي جات من وزارة الصحة التونسية. أولها هو التباعد الاجتماعي، ثانياً هو معناها الوقاية الخاصة بتاع كل لاعب، وثالثاً لما قمنا احنا بالتحاليل كان في إمكانية ان معناها نسأل خارج اللاعب يحمل الكمامة اللي هي معناها وسيلة للوقاية. ذلك شدينا احنا المعسكر الأولاني بتاعنا، هو كان معسكر خارجي. بالنسبة للمعسكر الثاني بعد نجاح المعسكر الخارجي هذا قمنا بمعسكر داخلي، والمعسكر الداخلي كيف كيف قمنا بنفس الأشياء، أي التعقيم الأماكن اللي باش يتواجد فيها اللاعبين الكل بما فيهم النزل، المطاعم، البيوت، حجرة الملابس، ملعب، وحتى أدوات اللعب معناها الكرة وما يتبعها معناها أدوات وقع التعقيم تاعهم. ثم معناها قمنا كيف كيف بتوعية لجميع اللاعبين وافدين جدد علينا احنا على أساس أنه نحاول ننشروا هذا بكل ما يكون عندنا أكيد معناها إصابات. والحمد لله بعد قمنا احنا بتحليل جميع اللاعبين وكل شيء مر في أحسن مكان. دكتور تول الناس ممكن تسأل علاش عادة التدريبات المنتخب أو علاش عدتوا بالتجمع متاع المنتخب قبل حتى عودة البطولة؟ والله شوف أنا مش أقول بكل صراحة، يعني الاتحاد التونسي كان عندنا إمكانية، إحنا طلبنا من الحكومة التونسية والدولة التونسية أن يقع رجوع البطولة، ولكن معناها أخذنا مشينا مع قرار الدولة أنه ننتظر معناها مدة أخرى تقريبا 15 يوم. وكما تعرف اللي رئيس الاتحاد التونسي دكتور وديع الجريد قدم معناها ببرنامج كامل في مجلس النواب وامام معناها وزاره الصحه في امكانيه لرجوع البطوله التونسيه لكره القدم، ولكن معناها احتراما ما اتى من السلطه معناها العليا للدوله التونسيه وقع تاخير. كانت عندنا امكانيه ولكن احترمنا قرار الدوله التونسيه، واحنا قمنا بتدريبات نتاعنا كمنتخب، ثم قمنا بمباراتين هما في الأصل كانوا أربع مباريات صعود الممتاز الدوري الممتاز التونسي، لكن حسم الأمر في مباراتين وقع التحضير نتاعهم بجميع معناها الطرق اللي خلات ما فماش معناها مشاكل خاصة العدوى من كوفيد 19. طيب دكتور سهيل ابقى معنا، اكيد عندنا موضوع اخر حنتناقشوا فيه، ولكن مشاهدينا خلينا نستقبلوا من الجانب الاخر في طرابلس ايضا عبر سكايب السيد عادل قريش رئيس الاتحاد الليبي للرمايه. سيد عادل اهلا وسهلا بك. بدايه المطالبات بعوده النشاط كانت مبكره من قبل الاتحاد الليبي للرمايه. اهلا وسهلا بك اخي عبد الرزاق، نحييك ونحيي الساده المتابعين قناه الوسط دبليو سي في، ونحيي ضيفك والمحلل السياسي كابتن وسام الزناني. طيب عادل، المطالبات كانت مبكره بالنسبه للاتحاد الليبي رماية، وحتى العوده كانت ربما معتمده حتى على الاتحاد الدولي. بالتاكيد اخي عبد الرزاق، احنا عودتنا كانت يعني بناء على نشره منظمه الصحه العالميه اللي عممتها الدور على اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية عممتها على باقي الاتحادات الأهلية واللجنة الأولمبية الأهلية. النشرة كانت في شهر 4، واحنا اخذنا يعني بعدها شهر يعني بالتحديد، واشتغلنا بناء على نفس الضوابط اللي جاءت في النشرة، يعني باعتبار يعني ان حكم ان اعتبار لعبة رماية لعبة فردية ولعبة فيها تباعد، ما فيهاش احتكاك بدني في العالم المنافسين. طيب يا سيد عادل، اليوم نقولوا ان الاتحاد الليبي للرمايه عاد للنشاط قبل حتى قرار هيئه الشباب والرياضه، هل هذا مبني ان احنا نقولوا والله الاتحادات الدوليه كانت عاطيه توصيات ان الاتحادات ترجع بناء على رغبه الدوله او بما تراه وزاره الصحه الخاصه في الدوله؟ شوف اخي عبد الرزاق، احنا في مفهوم خاطئ يعني الدور في الوسط الرياضي، المؤسسات يعني الاهليه والمؤسسات الرياضيه يعني هي تعتبر اهليه يعني كمان. ضروري فيه استقلاليه المؤسسات الاهليه، العالم كله يحترم المؤسسات الاهليه واللي هي تتعامل مع منظومه دوليه مع منظومه متكامله. احنا يعني مثلا مش هنكونوا مثلا ما عندناش حرص على رياضينا ولا مثلا لاعبينا، بالعكس احنا يعني حارصين عليهم بناء على نشر منظمه الصحه العالميه اللي هي طرف حيادي وطرف ما عندناش علاقه يعني في التجمعات القصيره ولا مثلا المركبات القصيره.
يعني خذينا بهالمنطلق ابتدينا يعني الشغل الثاني. احنا مش حنستنوا يعني مثل القرارات مثلا من الهيئه انها تدرس الموضوع ولا ما تدرسهاش. وبدليل يعني شوف النشره لها 3 شهور ممكن الهيئه اللي تسوي انتاج في الاجابه يعني. طيب في اللي يقول ان قراركم قرار غير مسؤول، حتى لو ما صارتش مشاكل اليوم احنا نقولوا انه هو في الاخير الاتحاد الليبي للرمايه ويتبع ليبيا، وزاره الصحه الليبيه ما زال ما اعطتش موافقه، وحتى اللجنه العليا لمجابهه كورونا ما زال الحظر حتى جزئي ما زال متواصل في ليبيا. ما احنا حكينا على منظومه يا استاذ عبد الرزاق تو، يعني شنو الخطر في ممارسه الرياضه ولا الازدحام في الاسواق؟ يعني احنا نشوف في الاسواق مفتوحه، نشوف في المصايف مفتوحه، نشوف في هيئه الشباب والرياضه نفسها تجتمع ويعني في اجتماعات يعني متقارب بيناتهم. فمش يعني مش حيكونوا هم حريصين زي ما قلنا على اكثر من اثنين رياضيين. وبعدين الرياضه صح هي الدرع الاول لمجابهه الفيروس، يعني انت باش تبي تتابع الفيروس هو قناعه طبيه. كيف تدعو لايقاف الرياضه والحمول يعني في البيت وفي نفس الوقت انك تشجع على يعني ولا تكافح هالفيروس؟ طيب خلينا نرجع للدكتور محمد الفقي. الدكتور محمد الفقي اليوم عندنا عينة واحد من الاتحادات اللي قرر العودة وربما اعتمد حتى على التوصيات اللي مبعوثة من الاتحاد الدولي للرماية. اليوم شن الفارق، وأيضا حتى المنظمة العالمية للصحة، اليوم شن الفرق بين الإعداد اللي توتوا فيه أنتوا وشن التوصيات اللي بتحطوها أنتوا والتوصيات والفرق بين الدراسة اللي تقومتوا بها أنتوا وبين التوصيات اللي مبعوثة من الاتحادات الدولية؟ استاذ عبد الرزاق زي ما قلت لك سابقا ان احنا كفريق عمل اخذنا كارشادات اللجنه الاولمبيه الدوليه وبعض الاتحادات الدوليه كمرجع لنا في التوصيات اللي قدمناها للجنه العليا. ما اعتقدش ان في فرق في شيء. طبعا احنا لجنه كفريق عمل مهمتنا الاساسيه ان احنا نرشد الاتحادات الرياضيه والانديه سواء كانت الخاصه او الانديه العامه وكذلك مدارس الناشئين والمسابح الخاصه الى ممارسه نشاط رياضي بسلامه وقل عدد امكانيه اصابات في العدوى. هذا الهدف من اللجنه اللي اسست فريق عمل لاعاده نشاط رياضي. طبعا سابقا الهيئه الشباب والرياضه مع لجنه الازمه هي من اصدرت قرارات بايقاف النشاط الرياضي، وهذا ممكن انت تمثل الدوله الليبيه وهي مسؤوله عليه ما يصدر منها من قرارات بالتعاون مع اللجنه العليا الاستشاريه لمواجهه فيروس كورونا في حال تعطي السماح او لا. هذا شيء طبعا يخصهم هم. في شيء ثاني بنوضح لك حاجه استاذ عبد الرزاق، في بعض الانديه الخاصه ومنهم الصالات الرياضيه والمسابح الخاصه طبعا لا تكون تحت السيطره التنفيذيه للهيئه العامه للشباب والرياضه، وانما هذه مجرد انها تاخذ في اذن مزاوله من الهيئه العامه للشباب والرياضه لاكمال اجراءات الترخيص الذي يكون من نقول احنا وزاره الاقتصاد. وذاك الجهات هذه العامه ما يحقش ان الشباب والرياضه تقولها لا اوقف ما تمارسش نشاطك، لا هذا يرجع الى الجهات العامه اللي تعطي في الترخيص البلديات. وهذا هدفنا الثاني احنا باذن الله في عمليه حبس النشاط الرياضي خارج الصيدلة، لازم يكون تحتنا احنا اقل حاجه يتبقوا بتوصياتنا لنخرجوها في نهايه العمل كفريق لجنه. طيب وصلت الفكره دكتور. مشاهدينا الكرام ربما حتى الكلام اللي قال الدكتور ما زال يعطي تساؤلات على لجنه متابعه ايقاف النشاط بالنسبه للهيئه العامه للشباب والرياضه. ابقوا معنا خلوكم قدام شاشه دبليو تي في، ما تمشوش بعيد، نرجع بعد الفاصل. رجعنا من جديد مشاهدينا الكرام. في التسعين اليوم يتكلم على عودة النشاط، إمكانية العودة ومتى سيكون ذلك، وهل هو أصلا هذا موضوع قريب ولا مش قريب، خاصة في تساؤلات هلبة اليوم حول عودة النشاط. كابتن عادل سمعت رأي الدكتور محمد الفقي ورأي الدكتور سهيل الشملي، وأيضا شفنا رأي أحد الاتحادات اللي عاد للنشاط. أشوف عبدو سمعنا الدكتور سهيل وش نتكلم على كيفية عودة المنتخب التونسي، ما بوش نقول مازال البطولة التونسية ولكن المنتخب التونسي تدريجيا من دولة ثم من وزارة الصحة ومن ثم هيئة الشباب الرياضة والاتحاد اللعبة. احنا عبدو نعيشوا في العالم هذا، جزء من العالم، احنا ما غردوش خارج السرب.
معناها مثلا اي لعبه ما يهمنيش مثلا رمايه سباحه كره قدم كره يد كره طايره، احنا نتبعوا دوله ونتبعوا وزاره الصحه هي تعطي الاوردر تعطي الامر بالعوده تدريجيا ومن ثم العوده بشكل طبيعي. عبدو الشيء الاخر والمهم هو كيفية العودة، هنا تكون الفكرة بطرق وبشوفنا سمعنا الدكتور سهيل كيف تكلم كيف تعقيم الملاعب وتعقيم الحافلات وتعقيم غرف تغيير الملابس وتوعي اللاعبين في كيفية التعامل داخل في التدريبات وفي الفنادق وفي المطاعم وكذلك في أثناء حتى أثناء التدريبات والرياضيين نعرف أن هم حيكون فيه احتكاك أكيد احتكاك مع عادل مع هو إحنا نقدر نديروا الشيء هذا إحنا نشوفه في بطولاتهم ودورياتهم ما قدرناش نديروا زيه. لكن كلمة عبدو منظمة الصحة العالمية قال لك الآن قال لك إحنا اتبعنا منظمة الصحة العالمية الأستاذ عادل منظمة الصحة العالمية ما تعرفش شنو صاير في ليبيا راهو هي قالت لك أرجع معناها كجنرال عام لكن ظرف ليبيا ظرف استثنائي ليبيا كانت معناها في حروب والحمد لله الآن الأمور هادية وكذلك أزمة الكورونا ونعرفوا عدة أزمات مثلا نعطيك مثال بسيط عبدو هذه وزارة الصحة العالمية لما قالت ممكن عودة الأنشطة في الدول الأوروبية فرنسا ما عادتش فرنسا وقفت جمدة الدوري لأن علاش هذا شأن خاص بفرنسا لأن فرنسا وزير الصحة يعرف أن وباء كورونا منشر بعدد وفي دول ثانية رجعت في دول رجعت لأن كل وزير صحة وداروا لجنة زي ما تكلم الدكتور محمد الفقي كل الذي دولة دارت لجنة وعرفت أن هي سيطرت على الوضع على الأقل جزئيا ويستطيعوا أن هم يقوموا ببعض التدريبات وبعض المباريات الودية ومن ثم دخلوا في المباراة الرسمية وشفنا حتى المباراة الرسمية دخلوا بشروط وشفنا دخول الفريق هذا أولا دخول الطاقم التحكيمي دخول الفريق الثاني وفيه مسافات بين اللاعبين وحتى في دكة الاحتياط التباعد بين اللاعبين وأثناء الرحماء وكذلك فمن هنا عبدو أنا نعرف أن ليبيا وزارة الصحة الليبية هي المسؤولة الأولى وهي التي تستطيع تقرر عودة الدوري من عدم وانا نتمنى طبعا عوده الدوري وعوده جميع الانشطه الرياضية كلنا نتمنى لكن في 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 اطار حمايه اللاعبين والاجهزه الاداريه والفنيه ناخذ تعقيب اسامه قبل ما نرجع للدكتور سهيل طبعا انا بنعقب على الدكتور محمد الفقي في لما تكلم على انه ما يقدرش مرات يلزم حد ولا في مثلا بعض الشروط ما تقدرش تطبقها لا بالعكس انا رئيس لجنه العمل الخاصه بهذا بعوده النشاط انا نلزم كل حد كل لاعب كل نادي كل منتخب باتخاذ اجراءات السلامه زي ما تكلم الدكتور سهيل الشملي قال احنا اتخذنا كافه الاجراءات وملزومين تلزمهم طبعا الحكومه بالاضافه الى وزاره الصحه بالاضافه الى الاتحاد الليبي او هيئه الشباب الرياضه هو تكلم على تكلم على الجهات الخاصه والحاجات حتى الجهات الخاصه الوزارة. انت تلزمه انت 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 الان رئيس الهيئه ولا رئيس العمل لعوده النشاط انت تلزم هذا الشخص لان هنا احنا ما نستهينش لا احنا ما نستهينوش بالمرض لا عبدو لا ما نستهينش بالمرض راهو الكورونا موجوده والعالم كله تضرر منها واحنا كنا شفناها المفروض انا كرئيس موجود على راس الهرم انا نلزم كل حد اول شيء لسلامتك انت وهذا نقول له حتى يعتبر يعني زي شروع في القتل لما انت تمارس النشاط من غير اتباع اجراءات وكذا انا ما دامني رئيس هيئه نطبق عملي على اكمل وجه ونلزم اي حد ونحاسب اي حد ان هو ما يوقفش على اجراءات السلام طيب شكرا شكرا وصلت الفكره اسامه نمشوا للدكتور سهيل الشملي دكتور اليوم نبو تعطينا المخاوف اللي كانت عندكم انتم كفريق طبي وانتم في بدايه عوده التدريبات وكيف تعاملتوا معها والله لما جاتنا تعليمات من وزاره الصحه التونسيه معناها والسلطات العليا ما عادش يعني مخاوف كل صراحه ما عادش مخاوف ولكن احنا اللي ناخذ فيه كله اجراءات وقائيه معناها المخاوف هو انا معناها لما نقوم بتحاليل لا قدر الله نلقاو لاعب معناها يحمل يكون ايجابي هذا المخاوف نتاعنا ولكن بما انه قمنا لجميع اللاعبين وخاصه انه عندنا قمنا بمباراتين مهمين جدا بعد المنتخب معناها بعد معسكر المنتخب قمنا باثنين مباريات وزدنا معناها اكدنا اللي معناها الطاقم الطبي مهم جدا في المتابعه خاصه في النزل وخارج النزل وفي الملعب وقبل المباراة والتحاليل قمنا بها جميع اللاعبين المخاوف أصبحت ضئيلة جدا وكنا معنا بالطريقة هي ننجحوا في المباريات نتاعنا في المستقبل باش يكون في متابعة طبية خاصة لجميع النوادي في متابعة يومية معناها لصحة اللاعبين المنشور نتاعنا واضح جدا أن متابعة يومية للاعبين يكون معناها تقريبا تصب في مكان واحد عند الإدارة الطبية بالاتحاد التونسي لكرة القدم وبحول الله المخاوف مش موجودة إلا فيما يخص الجماهير
باش تكون مباريات بدون جمهور، هذا المخاوف الوحيده اللي ممكن معناها تصير عندنا. من تونس شكرا لك الدكتور سهيل الشملي الطبيب الخاص بالمنتخب التونسي لكرة القدم، شكرا جزيلا، واكيد اخذنا ابرز التفاصيل الخاصه بالتجربه التونسيه اللي عادت من خلالها منتخب الوطن لكرة القدم للتدريبات. مشاهدينا نمشوا نتقربوا اكثر من رسائل الاتحادات الليبيه لكرة القدم، فيروس كورونا وامكانيه عوده النشاط في هذا الاستطلاع. لجنة الرياضة، نحن لنا دراية أكثر ما موجود في هذه اللجنة، على ما أعتقد كل الاتحادات الرياضية لها دراية إن كانت صحية أو وقائية أو علاجية أو رياضية أكثر ما هي اللجنة اللي هو موضوعها من لجنة هيئة الشباب والرياضة. كل الاتحادات لهم نظرة بعيدة ونظرة قريبة لما يدور بالرياضيين عامة وبهذا المرض اللي هو موجود قبل ما توضع هذه اللجنة. رسالة عامة لكل الاتحادات الرياضية في كل الدول ترجع للمنظومة الدولية للصحة والاتحاد الدولي. الخطوات المتبعة زي ما نعرف احنا، ونسأل الله أن يهني البلاد والعباد ويبعد عنا هالوباء. العملية طوالت، لكن لازم ان احنا خلاص مفروض ان احنا لما نتابع العالم ان في الاتجاه ان كيف يتعايش مع هالوباء في الوقت الحالي فيه مساعي، لكن احنا ما نبوش ان نقعدوا زي ما يقولوا احنا ان موقفين لان مش في صالحنا. بدء النشاط نكون من اول الاتحادات، لان احنا كاتحاد لعبة كرة الطاولة دابا ما فيهاش يعني فيه حتى البعد الاجتماعي اللي يقولوا عليه وكذا، ما يعني من الألعاب المستهدفة للعودة السريعة. حيأثر علينا، احنا عندنا بطولات محلية وبطولات دولية مفروض ان نجهزوا نفسنا للمشاركة فيها، ومفروض ان الرياضيين يرجعوا اقل شيء يعني للتدريبات. طبعا الرياضات الجوية نوع من أنواع الرياضات اللي ما فيهاش أي مخالطة. الاتحاد العام الليبي للكاراتيه إن شاء الله منظم خطة كاملة لعودة النشاط، وخاصة في التباعد الاجتماعي، وبدينا فيها يعني حاليا من مدينة بنغازي، وإن شاء الله حيكون عندنا عودة قريبة إن شاء الله بعد طبعا إذن رسمي من وزارة الرياضة سواء في الحكومتين باش نقدروا نعودوا النشاط كاتحاد العام الليبي للكاراتيه. العودة حتكون عودة تدريجية، حيكون تكون عودة للمنتخبات في البداية، وبعدها إن شاء الله حيتم العودة للأندية والصالات الرياضية. الآراء كانت مختلفة من رؤساء الاتحادات المحلية في ليبيا. في اللي قال مشي مع الرأي السيد عادل قريش وقال إنه هو يتبع المنظمات الصحة العالمية وأيضا حتى الاتحادات الرياضية، وفي اللي قال إن إحنا نرجو في قرار الدولة. خلي نمشي بالسؤال السيد عادل قريش. سيد عادل، الآراء هنا اختلفت، وفي ناس تقول إن إحنا والله في الأخير بكل تحت إطار ليبيا زي ما قلت لك مبكري وهي أرواح ناس. شنو الخطة اللي أنتوا اتبعتوها، وخاصة في من يقول ان عندكم مشاكل مع الهيئه ومع اللجنه هي اللي خلتكم انتم تمشوا في طريق بروحكم؟ بالضبط، قد تو هذه مشاكل مع الهيئه وقصه خلينا نبعد عليها شويه. يعني حديك عودتنا كنشاط اعتمدنا عليه دراسه وعليه نشره معتمده من منظمه الصحه العالميه. كل لعبه لها خصوصياتها، قلنا احنا منظمه الصحه العالميه صنفت الالعاب الى صنفين، صنف خطير اللي هو يفترض انك احتاط من تناسب النشاط فيه وهي الالعاب الجماعيه والفيها احتكاك، والصنف الثاني يعني الالعاب فيها تباعد. احنا لاعب الرمي اللي هو الرامي بين الرامي والرامي في العاده انه متر متر ونص، حاليا احنا خلينا مسافه 2 متر وقلصنا عدد الحكام، ممنوع التقم الهلالي يدخل للميدان يعني فهمت، وفي يعني اجراءات يعني هي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتصور ان واحده من الاجراءات هي في ذلك تماما ممنوع فهمت، ولو وقع فيها مثلا تكييف مركزي وفيها مثلا امور التكييف بتاعها يعني التهوية بتاعها كويسة ممنوع انك تفتح شبابيك ولا تفتح فيها تيارات هوائية. هذا الشيء يعني احنا بنوضح ان هي كل لعبة صياغة. ثاني شيء يا عبد الرزاق، انا مثلا
نعتمد يعني على الاراء العقيمه اللي هي تنتهج فيها وهيئه شباب الرياضه اللي حنشوف فيها. يعني انت استجابتك كانت مع النشر هذه بعد 4 شهور، يعني هل تتوقع ان هيئه شباب الرياضه تصدر قرار في المطلع يعني دون ايجاد الحلول؟ انت يعني انت كمسؤول يعني فيه انت مسؤوليه تاعك انت تشكل يعني يا سيدي ما نشوف احنا الوضع، نشوف الوضع طول ثاني كل عام طول ملحق علينا هذا ما اسبوع يشتغل اصلا يقدر يشتغل يتطور تطلع على خاطر حاجتين، يعني السبب الاول اللي هو الضرورات يعني الغذاء والحاجات هذه، والثاني اللي هو الرياضه تقوي جهاز المناعه ضروري تكون من الرياضه، واحنا قدام فيروس عبد الرزاق ما توقعوش ولا نقدر نتخيل. طيب يا سيد عادل، انت الان تبحث على حل او تبحث على عوده لمكافحه الفيروس وحتى لتقويه الاتحاد الليبي او المنتخبات اللي خاصه بالاتحاد الليبي للرمايه، هي اللجنه نفسها لجنه مجابهه كورونا او اللجنه الاستشاريه ما لقيتش حل؟ اي لجنه تحكي على لجنه اللجنه يعني. العليا، اللجنه العليا لمجابهه كورونا. يا بزاق احنا ممكن الاتحاد الوحيد اشتغلنا على التعقيم واشتغلنا على مكافحه الفيروس والتعقيم. ما فيش بروتوكول طبي، لكن ما صدرتوش اي بروتوكول طبي خاص بكم او من خلال حتى الخطه اللي قلتها لنا بتاع التباعد وكذا. لا فيه. احنا طلبنا حتى يعني خلصنا حتى عن فريق يتكون من 3 رؤساء اللي كان يتكون من 6 رؤساء كان خلصين فكر تمام. في تقليل في محطه ترى في امر وزاره الصحه للعالم الخارج. وبالنسبه للفكره سيد عادل، غير الصوت بدا يقص شويه، الباين في عندك مشكله في الكهرباء. وصلت الفكره، واكيد نحن راهو نتكلموا ونتمنوا السلامه اكيد لكل اعضاء الاتحاد الليبي للرمايه وايضا للمنتخبات، وشكرا على تواجدك معنا في التسعين والتواصل الدائم. خلينا نمشوا للدكتور محمد الفقي. دكتور، سمعت الاراء المختلفه وشفنا حتى التجربه التونسيه، شن تعقيبك على هذا الموضوع والخطوات حتى اللي ممكن واصلين لها انتم من خلال 10 أيام من اجتماعات؟ أخي عبد الرزاق، نوضح شيء للضيوف الكرام والمستمعين. أول حاجة لجنة العمل اللي نشتغلوا إحنا طبعا لجنة مشتركة بين اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب الرياضة، بوجود هنا وبوجود الأستاذ محمود طويل مدير دار الاتحادات، بعدد 2 من الأطباء المستشارين، بعدد إلى حوالي 3 أشخاص موجودين من الهيئة العامة للشباب الرياضة ليوضع بروتوكول كامل. وفي المرحلة القادمة طبعا لا يكتفي عملنا احنا بياخذ الموافقة من اللجنة العليا لمكافحة كورونا، لا طبعا حتكون بعدها لجان باستدعاء الاتحادات ودراسة كل اتحاد على حدة لعودة النشاط، يعني بطريقة تستند على اللعبة وخصوصيتها وكذلك على التوصيات الدولية لكل لعبة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا كانت لجنة الأزمة تفكر في عودة النشاط بعد شهر رمضان اللي فات أستاذ عبد الرزاق، ولكن نتيجة زيادة الحالات بعد شهر رمضان طبعا قبل بالرفض من اللجنة أو حتى تفكير في عودة النشاط الرياضي. بداية الأمر زي ما قلت أنت مستند على الدولة، ما قلتش نقدر نرجع عليه أمتى ما نبي في شهر 5 أو في شهر 6، لأن هي الشباب الرياضة تعتمد على زي ما قلت أنت وزارة الصحة أو اللجنة العليا لمواجهة الفيروس كورونا، هي العامل الأول للموافقة في رجوع النشاط الرياضي. احنا اليوم زي ما قلت لكم اجتمعنا معهم مع اللجنة. شنو نتائج الاجتماع خاصة بكري قلت لي أنت في تفاعل إيجابي للعودة، شنو النتائج أو نقدر نقوله أمتى من الممكن أن تكون العودة؟ حقيقة بنتيجة الاجتماع وخاصة بالتوصيات رحبوا بعودة النشاط الرياضي ووعدونا بأن النشاط الرياضي يكون عودة قريبة، لكن هذه زي ما قلت لك أنت في مسؤولية اللجنة العليا. طبعا صارت انتقادات عدة بالمدة الماضية، عودة المسافرين وغيرها، فهناك لجنة ثانية اسمها لجنة الوبائيات تبع المركز الوطني للأمراض المعدية، تم إحالة ملف عودة النشاط الرياضي هذا إلى لجنة الوبائيات، وبإذن الله يعني خلال بحر أسبوع أو نهاية الأسبوع هذا حتكون النتيجة بإذن الله موجودة،
ومن الله يعني انا مطمئن في عوده نشاط رياضي، وخاصه في الالعاب الفرديه غير القتاليه زي ما قال الاستاذ عادل، زي الرمايه، زي سهم القوس، زي التنس وكره الطاوله ورفع الاثقال، العاب القوه البدنيه، يعني حوالي 22 اتحاد. هذا متوقع انهم عوده النشاط الرياضي يعني خلال حتكون خلال اسبوعين بعد اخذ الموافقه الاوليه من اللجنه العليا، ثم بعد ذلك الاجتماع على حده مع كل اتحاد من الاتحادات هذه دراسه عوده المنتخبات كيف. طيب هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه طبعا احنا من نعم التوصيات اللي قدرناها استاذ عبد الرزاق، اول حاجه احنا طلبنا من الدوله انها تقوم ب انها تتكفل باقامه التحليل الفيروس كورونا البي سي ار جميع المنتخبات. يعني نعطي مثال للالعاب مثلا الفرديه، مثلا نقول المنتخب العاب القوى يبي يجتمع بيدير معسكر، تكفل اللجنه العليا بالتعاون معنا احنا مع اللجنه العليا في وزارة الصحة بإجراء الكشوفات لجميع الطاقم الموجود سواء كان رياضيين أو مدربين، يكون 72 ساعة قبل بداية التمرين، ثم عودة يكون 24 ساعة قبل بداية التمرين، والتحليل الثالث يكون بعد 12 اليوم من بداية التمرين أو النشاط الرياضي. هذا الشيء الأول. كذلك احنا قمنا ببعض الشروط خاصة في ما يخص المرافقين المدربين، ان احنا يفضل قلنا ان اعمارهم لا تتجاوز 65 عام، هذه حسب توصيه المنظمه الصحه العالميه واللجنه البيئيه الدوليه، ان الاعداد في الطاقم الفني يعني تنقص الى النصف او اقل، اعداد الرياضيين حتكون عليه مجموعات، يعني مثلا نحكوا طيب عليه. طيب طيب دكتور، هذه التوصيات، هذه هي التوصيات وربما حتى تكررت اليوم في الحلقه، هل نقول ان احنا ناخذ الخبر اليقين او حتى قرار العودة من عدمه من الدولة خلال الأسبوع القادم أو اللي بعدها؟ بإذن الله أستاذ عبد الرزاق، هذا ما وعدونا به اللجنة العليا اليوم لمكافحة فيروس كورونا، يعني خلال الأسبوع هذا وبالتالي بداية الأسبوع القادم بعد دراسة الأمر دراسة شاملة، لأن الموضوع نوعا ما فيه مسؤولية سواء كانت للجنة الأولمبية أو الشباب الرياضة أو اللجنة، قرار زي ما قلت أنت في بداية قرار دولة. حنتمنى النشاط الرياضي يرجع من بداية المدة، لكن زيادة عدد الحالات أدى حتى إلى يعني إيقاف التفكير في عدد النشاط. ما نركزش يعني نقول لا اللعبة الفردية فلانية، لا، عندي ألعاب جماعية، عندي أندية. طيب. عندي مصايف، عندنا صلاة لبناء الأسام، وعندنا أندية خاصة، أكاديميات، يعني النشاط الرياضي في ليبيا زي ما قلت أنت يعني متعدد ومتنوع، في صغار، في كبار، في ناس مرضى، في ناس عندها امراض مزمنه. طيب. احيانا عندك ناس. طيب. عندها فئه اختطار يعني. طيب وصلت الفكره دكتور، والوقت يدهمنا ناخذ تعقيب المحللين قبل ما نمشي لموضوعنا الاخر. شكرا للدكتور محمد الفقي رئيس فريق الدراسه اللي خاص من هيئه لجنه الازمه بالهيئه العامه للشباب والرياضه، ونتمنى لكم التوفيق اكيد، وشكرا لك دكتور. خلي نبدا مع اسامه. اسامه شفنا كل شيء طبيا، تجارب مختلفة، حتى اتحادات قررت العودة واعتمدت عليه المنظمة الصحة العالمية. اليوم في من يقول إن هي أرواح ناس، لكن أنت نبيك تدفع لي شوي هكي على الجانب الرياضي وندفع حتى بالرياضات الفردية، كيف نديره؟ شوف عبده، هو عودة النشاط الرياضي احنا تكلمنا فيه أكثر مرة، مهم جدا جدا، حتى للناس، حتى ترفع عليها انفسها، حتى للوضع اللي عايشاته الناس، احنا شفنا حتى عده نشرات تكلمت على ان الواحد لما يكون في الحجر، لما كان الحجر كيف يتصرف دون يمارس الرياضه. لكن عبده نبي نقطه للدكتور، كثره اللجان عبده ما فيش فايده، لما ندير لجنه ازمه، لجنه خليه، لجنه عوده النشاط، هي مفروض تكون خليه للازمه، لان كثره اللجان دائما ما تضيع الفكره ولا تضيع العمل. انا ضد كثره اللجان، المفروض في خليه ازمه تعرف تتخذ القرار، تعرف مسؤولياتها، لان بصراحه العالم كله رجع ودار خطه، وحنا وانا درت لك مثل غير شكل الدكتور ما انتبهلاش، ثلاثه او اربع مراحل، اول شيء المرحله الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، يعني وتطبق ودير استراتيجيه مع هذا وتلزم الناس بإجراءات السلامة والتباعد بين اللاعبين والفحوصات والتعقيم. لكن احنا لما نقعد نقول لا والله احنا نشوفوك فيهم كلهم في المصايف، لو تفتح مثلا الفيس ولا تفتح التلفزيون تلقاهم كلهم في الدكاكين. طيب قاعدين. طيب ايش معنى انه يمشوا للدكاكين وللمصايف؟ لا عبده، باختصار الدكاكين والمصايف وكل واحد يتنفس في ودن الثاني، وعودة النشاط الرياضي اللي يهم البلاد خلاص ويهم الدولة، قصدي اكيد اكيد.
مشاهدينا الكرام خلونا نستقبله بحكم ان الدقائق الاخيره وخلينا الموضوع الاهم في اخر الدقائق واخذنا الملخص حتى من الضيوف. نستقبله السيد يونس الكزة رئيس الاتحاد الليبي لكره القدم. سيد يونس، اللعبه الشعبيه الاولى او عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكره القدم، سيد يونس، اليوم اللعبه الشعبيه الاولى وكره القدم، يتساءلوا الناس العوده كيف وامتى حتكون من المتوقع؟ اولا مساء الخير اخي لك ولكل الساده الضيوف الكرام. ان شاء الله يعني الان ندرس طريقه العوده، لان قرار جاهز، ولكن بالتواصل مع الجهات المختصه وذات العلاقه من سواء اللجنه العليا لمجابهه وباء كورونا او حتى الموضوع الامني. انت عارف كره القدم تختلف عن الانشطه الاخرى. فيعني ان شاء الله نقول العوده قريبه، سيتم اصدار قرار رسمي بتاريخ محدد لعوده النشاط الرياضي حتى نعطي الفرصة، وحيكون فرصة للأندية حتى تستعد للعودة إلى المسابقة إن شاء الله. طيب العودة هدية أو حتى الإقبال اللي قلت عليه والتواصل مع الهيئة العليا لمجابهة كورونا، شن كيف كان يعني رد فعلهم؟ شو المتوقع؟ أمتى تتوقع تكون؟ والله إن شاء الله ننتظر بس الإذن بالعودة، بالسماح بالعودة بالنشاط. يعني الإعلان سيكون إن شاء الله بالنسبة لاتحاد الكرة، سيكون هناك قرار حتى قبل الإذن من اللجنة العليا، حتى يكون هناك فرصة حتى يعني نستبق الوقت. في أنت عارف كرة القدم تحتاج إلى كثير من الاستعدادات والأندية تحتاج للوقت، فيعني نحاول نعطي موعد مسبق حتى الأندية تستعد للنشاط مع التواصل مع جهات ذات الاختصاص. طيب سمعنا ان ممكن اللجنه العليا لمجابهه كورونا تعطي الاوكام في خلال الاسبوع هذا او الاسبوعين القادمين للعوده من خلال المكتب التنفيذي او اجتماعاتكم او التشاور، امتى من الممكن ان تعود النشاط؟ خاصه احنا نعرف انه ممكن في اراء تقول شهر 9، في اللي تقول شهر 10، اعطينا الخبر اليقين. ان شاء الله حيكون باقصى يعني الأقصى يكون إن شاء الله بنقوله في نصف شهر 10، يعني 9 أو 10، يعني ما زلنا ما حددناش، لكن يكون حتى يكون لك وقت كافي للأندية. يعني أنا في شهر 7 3 أشهر أو 4 يعني كافية للأندية للاستعداد والرجوع إلى المنافسات. طيب يعني طيب العودة بداية حتكون بالمنتخبات الوطنية أو حتى بالدوري قبل؟ زي ما شفنا تجربة تونس ما زلنا سعيين فيه في من ناحية المنتخبات، بحيث يكون هناك تجمعات للمنتخب كمرحلة أولى على جزئين أو على مجموعتين. يعني هناك دراسة كاملة سواء للمنتخبات أو لعودة النشاط، كل هذا يتوقف على الموافقات، ولكن هناك دراسة وجاهزة من الاتحاد الليبي لكرة القدم بعودة النشاط سواء للمنتخبات أو المسابقة. وإن شاء الله نأمل أن اللجنة العليا للوباء أو الجهات المختصة تأذن لعودة النشاط. يعني احنا نعرفوا يعني نتخذ جميع الإجراءات الوقائية. يعني مش زي ما يشاع أن الدوري حيعود، هذه المنتخبات فقط، الدوري ما زال مش عايد شهر 9. لا أكيد، يعني بإذن الله إذا استمرت الأمور، احنا كنا أنت عارف الأمور سواء الأمنية أو الصحية. وإن شاء الله نحن سنعلن عن موعد انطلاق المسابقة مع مراعاة الظروف هذه، وإن شاء الله متابعة هذه الظروف سواء الأمنية أو الصحية. شكرا لك سيد يونس. عفوا. شكرا للسيد يونس الكزة عضو مكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم. مرتين نقول رئيس، باين عليه نصيبه بيمشي رئيس يا كابتن عادل. كرة القدم تختلف وضعيتها. شوف عبدو، خليني طبعا نحيي صديقي يونس الكزة، طبعا شخصية محترمة ودائما يفيد فينا ويقدم لنا في المفيد ودائما يتواصل معنا، نحب نشكره. اللي طبعا ياخذ في دورين، معنا بده ياخذ في دور عضو في مكتب تنفيذي ودور الناطق الاعلامي. احنا نشكروه طبعا، احنا نشكروه. لا نسال الناطق الاعلامي، اتحاد الكره المفروض هو اللي دائما يكون متواجد. ماذا بينا ناخذه من المصدر الاقوى. اكيد ديما. اكيد. لا قلت لك، انا قلت لك انا معلي الشرف. لكن اقل شيء ديما يطلع لنا السيد يونس، وبارك الله فيك. صديقنا وحبيبنا، واللي بصراحه نتشرف به لانه قلت لك شخصيه محترمه ومطلوبه وعلى المستوى الشخصي راه صديقي، راه استاذ يونس. طيب على العموم نتكلم عبدو على الجانب اني بناخذ بعجاله، لكن اسمع فيكم تقول الصحه العالميه، صرحت الصحه العالميه خلاص الاتحادات اللي قالوا نبغوا نرجعوا يمشي ياخذوا فلوس من الصحه العالميه، ما نعطيكش دعم انا كليبي. ما في قال لك انا ما نتبعش وزاره الرياضه وما نتبعش جهه، خلاص انت ما دامك انت رجعت بروحك حتى الدعم برا خذها من الصحه العالميه. ايش معنى تجي تاخذ الاوردر من الصحه العالميه في الرجوع والعوده للتدريبات، وفي الامور الماليه تجي مثلا للدوله وتجي لجهه شباب الرياضه تقول يلا اعطيني الدعم، لا خلاص برا خذ من الصحه العالميه وارجع. اذا هنا نزيدوا ناكدوا ان احنا تحت مظله
دولة وتحت مظلة وزارة الصحة وهيئة الشباب والرياضة، وهذا العالم السيادة. كله وخير انت تصديق لكلامي اللي هو الكلام اللي قال الدكتور سهيل الشملي آلية عودة المنتخب التونسي عن طريق هذه كذلك. شوف عبده، ضروري نرجع قبل كل شيء بأسس طبية علمية نظامية، ضروري مهمة جدا، لأن يا عبده راه العودة مطلوبة ومهمة في الوقت هذا بالذات. شفنا احنا تكلمنا على الكبت وتفرجنا على الأمور في ليبيا، الجماهير الليبية محتاجة لفرحة، محتاجة لعودة، في اللي يحب كرة اليد، في اللي يحب كرة السلة، في اللي يحب ألعاب القوة، في اللي يحب كرة القدم وهكذا، وحتى اللي بيمارسوا يعادل اللي بيمارس الرياضة. معنا كان شفناهم احنا قبل كجروبات كانوا في اللي هو طبعا الغابة نتاع نادي الوحدة، وفي فترة في المضمار نتاع المدينة الرياضية، ونتكلم حتى على مستوى المنطقة الشرقية وعلى مستوى المنطقة الوسطى وهكذا. طيب فعبد أنا نأكد وأنا معاه رأي عودة ممكن لكن فهمت اتحاد الرماية يحسبني ضده، أنا مش ضده، أنا معاه مع عودة الرماية وكرة القدم وجميع الرياضات، ولكن طيب بأسس نظامية صحية طبية، لأن احنا في الأخير نتبع دولة يعني. أسامة عودة الدوري الليبي كرة القدم منتخبات قال ممكن قريب لكن بعد نص عشرة مازال. أنا فرحني استاذ يونس الكز اليوم صراحة قال درنا ودراسة جاهزة ممكن شهر 9 و10 ويا سيدي يبدو حتى بالمنتخبات، هذا شيء يفرح لان احنا نعرف ان الرياضه تنسي الهم، تنحي حتى الشحنه والكبت انا ماذا بيا عوده النشاط، ونحب نحييهم على دراستهم طبعا اتحاد الكوره، لان في دراسه وفيه يعني زي ما تقول يبوا يولوا للنشاط الرياضي، ونتمنى انه يكون هذا بشكل اسرع. هذا موضوع صحي مازال الامنيه اللي تكلم عليها، لا حتى امنيا انا والله فرحت يعني كلام سيد يونس الصراحه اليوم مطمئن جدا جدا، ان قال حتى امنيا وصحيا ونحاول نرجع، قال حسب الظروف. عبده شوف هذا الكلام اللي يفرح، احنا ديما عندنا امل. عبده نتمنى باختصار يا كابتن هذا، انا اتمنى نعود بعجاله راهو امنيا الرياضه راه تنشر الموده والسلام والسلام والرحمه، ما عمرها كانت سبب مثل في اقتتال او سبب في مشاكل، بالعكس عودة الرياضة راه تقرب حتى وجهات النظر وتقرب التلاحم الاجتماعي بين الشعوب، فما بالك بين دولة واحدة بين الشعب الواحد. طيب نتمنى ان شاء الله عودة نشاط الرياضة حتى يعود الوئام والمحبة بين ابناء الشعب الليبي ومسؤولية الاندية ورؤساء الاندية وحتى الدولة والدولة والجماهير. شكرا لك اسامة، وشكرا للكابتن عادل الخمسي. عودة الدوري الليبي لكرة القدم وايضا النشاط الرياضي بصفة عامة ما زالت غير معلومة، وننتظر الاخبار والقرارات في الفترة القادمة من الدولة واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا. مشاهدينا الكرام نتمنى زي ما قال الكابتن عادل ان الرياضه تنشر المحبه والموده بين ابناء الشعب الليبي. نلتقي الحلقه القادمه من برنامج في التسعين، ما تمشوش بعيد وخليكم ديما على قناه الدبليو تي في. الى اللقاء.